هذه حقيقة الزيادة في فواتير الماء والكهرباء. قالت ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن نظام الفاتورة لم يطرأ عليه أي تغيير ولم تكن هناك أي زيادة في فواتير الماء والكهرباء. وأشارت المنصور في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن هناك طريقتين لاحتساب فواتير الكهرباء بالنسبة للاستعمال المنزلي، حيث تطبق التعريفة التدريجية على الزبناء الذين لا يتجاوزون استهلاكهم الشهري 150 كيلو واط في الساعة. وأضافت هذه الطريقة لا تأخذ بالتأكيد بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بينما يتم اعتماد التعريفة الانتقالية بالنسبة لباقي الزبناء، حيث تطبق عليهم تسعيرة الشهر الذي يتواجد فيها استهلاكهم، وذلك للمحافظة على اقتصاد الطاقة الكهربائية وتفادي الاستهلاك غير المعقلن لهذه المادة الحيوية. أوضحت أن نظام الفاتورة المعتمد من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء يخضع لقوانين موحدة على صعيد التراب الوطني، ويتركز على مراقبة الكشفية للعداد بصفة منتظمة مرة كل شهرين، لكن بفاتورة شهرية.